ويلي باقي ناعس وكيشخر، ويلي ويلي حي وا محفيق والتفيق، ويلي حي والتفيق والتفيق، واللي الكلب نتاع عقيل اليوم اللي تقلقي بسطاري السقرة خرج مشى، ويلي حي وافق وافق معاك جات كتشخر شخر ليا مع راسك وانو ورا السقرة سالا وانو دز القفة ديال الولاد واش انا هزا ذاك النهار كامل بقا يشخر ليا مع راسي اشنو بغيتي اشنو بغيتي اشنو بغيتي عندي اشنو بغيتي عندي واش ندير فيك نوير نوير اشنو بغيتي يلاه اشنو بغيتي انا قولي لي اشنو بغيتي يلاه قولي لي اشنو بغيتي شنو بغيت اويلي على شنو بغيت والبطاطا ما بقات والتعرف ما بقات في النيفيره والو واش ما كنقولكش جيب داك الدجاج كيلو من هذاك العرس اللي كتحضر ليه عارف عيد دير لي الوطره كتوطر ليها مع راسك وتموسى جيب داك الدجاج كحشو جر داك الكعب غزال كحشو واولادك راه ياكلو ما كيعقلو وانت عاطي وجايب لي دوك القراعي محمض بهم الوقت ودايرهم هادشي باش فالح القراعي الله يستر هزو معاك ايه ليك شحال من خطر ما كيجيب لي القراعي ايه ليك شحال من خطر ما كيجيب ليش ليه عيشة عيشة يا ظلميني شلي شحال خضرا ما بقيتش جبدي لي كراعي جبدي لي كراعي بغيتي عاوتاني هرس ليك وجهك بغيتي نهرس ليك عاوتاني وجهك جبدي لي الكراعي عاوتاني راك هما دوك الكراعي هما دوك الكراعي ولكن الضرب باك الهبيلة راه كيزينوك ليا راه ما فيك ما يتشاف راه يكون هما دوك الكراعي كيزينوك ليا داير دوك ليا العميرة ولكن انت ما بغيتش تفهمي راسك راسك ما بغيتش تفهمي راسك ياك شنو بغيتي شنو خصك ياك جديك كرب ديال السكر وباكيه ديال الفيدو وهاي شي شهر هذا شويه ديال شنو خصك ياك تنجيب لكم ديما من السوق تنجيب لكم هذاك الخضره اللي كتبقى عند الخضر ديما كنجيب لكم الخضره وشنو بغيتي عندي عندي هاد الخضره جيب 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 عاوتاني الولاد كل شهر تولي ليا واحد كل شهر تلاح واحد مالك وليتي قنيه واش خفتي الدراري اللي ساليو من الدنيا واش خفتي الدراري اللي ساليو من الدنيا اشنو بغيتي عندي عائشه وعائشه شنو بغيتي عندي وعائشه شنو عندي بي واش هادي راه حرت السنين مجوجين ولا عليا ثلاثه ولا ما عاد اربعه الرابع جاي في الطري واش ندي نقولها تقول لي واحد ما كاينش انت وليتي قنيه ولا واش انت بغيتي تمرضيني تهرسي لي راسي نوض 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 ايش ليك شحال من خطر ما بقيتش في يقين مع سعود يا صباح قلت لك شحال من خطره ما بقيتش فيقين مع السعود وفيقيني دور الخمسه غيبغيو يجمعوا الخضاره وفين نجيب لكم هذاك الشيء الشياطه ونجيبوه انا ما عنديش باش نجيبه ما عنديش دبرنا على بريكول البارح مشينا دينا اللوطار وضربنا في العرس الساعه مولا عطانا هذوك القراعي المهم قاد دينا الراس ونتينا ندمتينا اختي ندمتيني اذا مشيت لهذاك العرس ولكن نهار تجيب لي الكراعي اقسم بالله ونهار تجيب لي الكراعي اللي كان هرس لي هذاك الوجع عاوتاني اللي كتمشي واحد 40 يوم تريحي عاوتاني على داركم واش فهمتيني ولا لا يلا شي جيب لي واحد الكاس ديال البرا راسي بغا يطردك اوا جبتي لي البينه هي اللي كتحرق عليا يا ولي هلي خطك عليا واحد ديالي راك عزيز عليا حتى انت عزيز عليا على خطك عليا راك تتج راسي ملي كنت كنفوت عليك حنا مصلحتنا وحيت عزيز عليا ولي هلي خطك عليا ما نقدرش نعجبك ليك كان غادي نمشي نوجدك شي طاحه ديال السم ما شتينيش يا محرمي لبست القفطان اللي شريتي ليا من السوق ايوا العقبه ان شاء الله تشري شي قفطين على العيد الجاي ان شاء الله سيري 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 وكان جيبي ليا هذاك اللبن سيري جيبي ليا هذاك اللبن وجيبي ليا هذاك الطرح ديال المسمن كتحلوني عليا عاوتاني بغيت نشري لك قفطان شريت لك خطره ب 500 ريال مجوطيه بغيت نشري لك واحد اخر ولا خليني بعدا دوزها شهر من 3 شهور وشوريك قفطان عاوتاني شاش نقول لك سيري سيري هذا مقلب هذا بغيت ندير لكم بالحقاش هادشي اللي كيوقع
وقع في الواقع المغربي بزاف، وقلت باش ندير التمثيليه. كان معكم رجل رزار عمي موح، تتمنى لكم الخير والبركه، وتحياتي من القلب الخالص الى قناه سالي ماروكان اللي قامت معي بالدور ديال العشاء. وشاركوا عندها، نخلي لكم الرابط ديالها في القناه ديالي، وسيروا لعندها، راه قناه واعره واعره. وشكرا لكم جميعا، والى عمل اخر ان شاء الله، والى فيديو اخر بحول الله.